تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت ستي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضوي وزميلي المصور على ميس من جنوب لبنان، في متابعة دائمة لآخر التطورات عند هذه الجبهة التي تشهد للأسف في مشهد المسائي سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، وبلغ مجموع هذه الغارات حتى هذه اللحظة حوالي 9 غارات. 3 غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة اللبوني، وكانت هذه الغارات تعد الأعنف في هذه الجولة. أيضا 5 غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة مارون الرأس، وأيضا غارة في منطقة غارة في يارون، 5 غارات في مارون الرأس، و3 غارات في منطقة اللبوني. أيضا في بلدة رب 30 ونتيجة القصف الذي طاول هذه البلدة تم تسجيل وقوع جرحى، تحديدا جريحة بجروح متوسطة. تم نقل هذه السيدة إلى مستشفى النبطية الحكومي لتلقي العلاج من بعد هذا القصف ومن بعد إصابتها نتيجة هذا القصف الذي طاول هذه البلدة، بلدة رب 30 في القطاع الشرقي لجنوب لبنان. بالإضافة إلى الجرحى، أيضا اليوم كان تم تسجيل وقوع شهداء أو ارتقاء شهداء نتيجة المعارك لهذا النهار. حتى هذه اللحظة يحكى عن 2 لم يتم نعيهم بعد من قبل الإعلام الحربي في حزب الله، لكن باتت هذه المعلومة مؤكدة ويتم تبليغ الأهل في بلداتهم، وأيضا تم نشر صور هؤلاء الشهداء على صفحات ضياعهم، لكن أتحفظ عن ذكر ذلك إلى حين أن يكون هناك بالطبع بيانات رسمية صادرة عن الإعلام الحربي تؤكد وتنعي هؤلاء الشهداء. ماذا عن استهدافات المقاومة لهذا النهار؟ اليوم كانت سلسلة عمليات وكان آخرها استهداف تجمع لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط موقع الظهيرة بالأسلحة المناسبة، وتم إصابة هذا الموقع إصابة مباشرة. تجدر الإشارة قبل أن أكمل فيما باستهدافات حزب الله لهذا النهار، لأن الحزب اليوم أيضا نعى شهيد وهو محمد علي شيط من بلدة كفر كلا جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي. في العودة إلى المواقع التي استهدفها اليوم حزب الله، كما ذكرت في محيط موقع الظهيرة تجمع لانتشار الجنود الإسرائيليين، أيضا تم استهداف الموقع البحري أي في منطقة رأس النقورة بالأسلحة المناسبة، وتم إصابة هذا الموقع إصابات مباشرة. هذا بالإضافة إلى استهداف ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة، وتم إصابة هذه الثكنة بطبيعة الحال. أيضا تم استهداف موقع روميا بالأسلحة المناسبة، وأيضا موقع المالكية ليس بالأسلحة المناسبة إنما بصواريخ بركان بحسب بيان حزب الله، وهذه الصواريخ التي لديها قدرة تدميرية هائلة في هذا الموقع، موقع المالكية. أيضا كما ذكرت تم نعي اليوم شهيد من بلدة كفركي بشكل رسمي من قبل الإعلام الحربي، وهناك معلومات عن ارتقاء 2 نتيجة القصف المدفعي الأخير على أطراف البلدات الحدودية. تجدر الإشارة إلى أنه اليوم أيضا تم قصف منزل زميلنا صاحب موقع عيت الشعب للمرة الثالثة على التوالي، من بعد ما تم استهداف هذا المنزل في وقت سابق. هذه المرة الثالثة التي يتم فيها قصف هذا المنزل في بلدة عيت الشعب. أيضا في ياطر الجنوبية البحث ما زال مستمرا، والشهداء الذي يعني يحكى عن 2 لا يزالون أو تم استهدافهم وهم في داخل السيارة تحت مرآب المنزل، وحتى هذه اللحظة كما ذكرت هناك 2. منذ بعض الوقت كان قصف مدفعي طاول أطراف بلدة عيترون الجنوبية، وأيضا كان هناك قصف على رب 30، وأيضا في يارون الجنوبية، وأيضا كان قصف مدفعي على ياطر وعلى عيت الشعب في القطاع الأوسط لجنوب لبنان، وأيضا كان قصف مدفعي على منطقة سردة في القاطع الشرقي لجنوب لبنان. أيضا كانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن
أطراف الجبان ويارين وبليدة وعيت الشعب ورماش ومارون الرأس. تعرضت هذه المناطق لقصف مدفعي إسرائيلي، وأيضا تم استهداف عيترون وجبل بلاط بالقصف المدفعي في ساعات الصباح، وأيضا سلسلة من الغارات الجوية العنيفة للطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منطقة اللبوني كما ذكرت في جنوب بلدة الناقورة، وأيضا كما استهدفت الناقورة والبستان ومروحين ورامية وبلدة محيبيب حيث سقطت قذيفة بين المنازل دون وقوع إصابات، وأيضا تم شن غارة من طائرة مسيرة وليست من الطائرات الحربية على أحد المنازل في بلدة إبليدة. ليلا كان الطيران الحربي أغار على بلدة كفركلة وتحديدا في وسط هذه البلدة، وأطلق القنابل المضيئة فوق كرة القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف نهر أو مجرى نهر الليطاني. ونتيجة عنف الغارات على بلدة كفركلة ونتيجة عنف القصف المدفعي وقوته في بلدة كفركلة ارتقى شهيد من عناصر حزب الله وتم نعيه بشكل رسمي في ساعات الصباح الأولى. الآن مشاهدينا يعود الهدوء الحذر تدريجيا مع استمرار عملية رفع الأنقاض في المنازل التي تم استهدافها، لأننا بات معلوم أن المنازل التي يتم قصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل الجرافات التابعة للأجهزة الإسعافية على طبعا فتح الطرقات من بعد ما يكون القصف والأنقاض أغلقت هذا الطريق. أيضا يعني بعد هذا النهار الذي شهد الكثير من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي الذي نتج عنها شهيدين وعدة جرحى من خلال استهداف المنازل، في المقابل رد حزب الله بعدة استهدافات الأغلبية في المواقع الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وكما ذكرنا أن أبرز هذه الاستهدافات التي تسجل لحزب الله أيضا استهداف آلية عسكرية داخل مستوطنة المطلة والتي أدى بالطبع هذا الاستهداف إلى احتراقها بالكامل. لكن الآن الهدوء الحذر يسود جميع القطاعات مع تحريك مستمر لطائرات الاستطلاع فوق أجواء هذه القرى الحدودية. بطبيعة الحال مشاهدينا نحن سنبقى معكم هنا في متابعة دائمة لآخر التطورات عند هذه الجبهة وسنوفيكم بكل جديد فور وروده. دمتم سالمين، تحياتي أنا إبراهيم ضاوي وزميلي على منصة بيروت انترناشنال، إلى اللقاء.